بسم الله الرحمن الرحيم. الضيوف الكرام من الدوحة ومن مختلف أرجاء العالم، المتابعين الأفاضل عبر قنوات البث الرقمي، تحية طيبة. نرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الذي تنظمه شيرب العقارية لنقاش موضوع بالغ الأهمية في عصرنا الحديث، وهو دور المدن الذكية ومزاياها خصوصا في ظروف جائحة كورونا وتداعياتها. وسيشكل هذا المؤتمر منصة مهمة لنا جميعا لتناول مختلف المواضيع ذات الصلة التي تهم عصرنا الحالي في ظل متغيرات عديدة وسريعة وطارئة، والعمل معا لوضع إطار موثق يشكل قاعدة متينة للتعامل مع هذه الظروف. مما لا شك فيه أن المدن الذكية لم تعد الآن مسألة خيار، بل أصبحت توجها عالميا سائدا تعتمدها الدول والشركات لمواكبة متطلبات العصر الحديث، سواء للأفراد أو الشركات أو حتى للمؤسسات والهيئات الحكومية. وبما أن جائحة كورونا أرخت بظلالها ولا تزال على مختلف جوانب وقطاعات حياتنا، فكان لابد لنا أن نعمل جميعا ونتعاون لإيجاد الإطار الملائم لمواجهة التحديات المستقبلية ووضع الحلول الملائمة لها. منذ تأسيسها أخذت مشيرب العقارية على عاتقها مهمة إنشاء مدينة ذكية ومستدامة بالكامل، فكانت مدينتنا الرائدة مشيرب قلب الدوحة التي تعتبر من أذكى المدن وأكثرها استدامة في قطر والمنطقة وحتى العالم. والآن حان الوقت لتعزيز الوعي بالمدن الذكية ونشر ثقافة البناء المستدام بشكل أفضل بين الأجيال الجديدة وتشجيع الشركات القائمة على تبني هذه التوجهات لما لها من فائدة على الأوطان والمجتمعات، ولما لها من قدرة على توفير الحلول المبتكرة والفعالة خصوصا خلال الأزمات. فعلى سبيل المثال للحصر، أثبتت المدن الذكية خلال جائحة كورونا قدرتها على تلبية متطلبات الأفراد والشركات بشكل أفضل من المدن التقليدية، خصوصا في مجال التعليم عن بعد والقيام بالأعمال من المنزل وخدمات التوصيل التي تعتمد على الروبوتات والمعدات غير المأهولة. وفي هذا الإطار يشرفني أن أعلن في مؤتمركم هذا عن تبني مشيرب العقارية لمفهوم السيارات غير المأهولة، وهي الأوتونوموس فيكلز، والتي يمكن أن تستخدم في الكثير من الأمور خصوصا في خدمات التوصيل المختلفة دون الحاجة إلى سائق. ويتم الآن مواصلة الاختبارات اللازمة على هذه المركبة في مدينتنا مشيرب قلب الدوحة لنضعها في خدمة السكان والعاملين في المدينة فور الانتهاء من التجارب اللازمة. السيدات والسادة، نعرف جميعا أثر التكنولوجيا على واقعنا العملي والعلمي، ونعلم مدى قدرتها على تيسير أمور حياتنا وأعمالنا، وهي أيضا الركيزة الرئيسية للمدن الذكية التي تتبنى أحدث حلول التكنولوجيا. ولهذا يأتي مؤتمرنا اليوم عبر تكنولوجيا مؤتمر الفيديو لجميع المتحدثين والخبراء والمتابعين من مختلف أرجاء العالم، ويعتمد تقنية البث الرقمي عبر منصات متعددة. في الختام أشكركم على حضوركم واهتمامكم، وأتمنى للجميع الفائدة المرجوة والخروج بخلاصات تعود بالنفع علينا كشركات تطوير وعلى جميع القطاعات التي يمكن تستفيد من خدمات المدن الذكية. شكرا لكم.